احنا سالنا السؤال ونبغى نشوف الاجابه على بال ما يتصلون. يبدو انه انقطع الاتصال. الصعود للهاويه هو البرنامج، فاكتبوا هذه الاجابه لانه في نهايه الاتصال بعد شوي ان شاء الله قبل ما نختم ناخذ مباشره الفائز اللي حيكون معنا. ابو سعد السلام عليكم، مساء الخير ابو سعد. ولا زين السلام، اهلا وسهلا. فايز بيش انا؟ شلون؟ طيب ها، انا فايز بيش. انت فايز لا ما انت فايز بشيء، انت فايز بقلوب يا طال عمرك. يا عمري انا والله، انت والله حسبني فايز بحب الجمهور لك طال عمرك. يا حبيبي الله يعزك، الله يسعدك الجمهور. يا مرحبا، الله يحفظك. كيف حالك؟ اول شيء طبعا احنا صراحه سعداء بعوده انه البرنامج على موسمه الثالث على التوالي. هل انه لانه في ضغط من الجمهور، او لانه البرنامج ناجح، او لانه القناه تبغى يكون هذا البرنامج موجود؟ كل الاجابات صحيحه والله. انت قاعد كذا بتوهني بالاجابه، لكن كلها فعلا تؤدي انه اول شيء طبعا الحمد لله عز وجل، يعني دائما النجاح هو ما يجي الا بتوفيق الله عز وجل، ثم يعني بدعم الجمهور. الجمهور صراحه كان اكبر داعم. يمكن الموسم الثاني العام الماضي كان اقوى من الموسم الاول بكثير، ويمكن السنه الماضيه فعلا كنا مترددين ان احنا نطلع موسم جديد ولا لا، لكن السنه هذا اتخذ القرار بشكل سريع جدا، لان السنه الماضيه كان فعلا يعني حقق ارقام جدا عاليه سواء في وسائل التواصل الاجتماعي. يمكن كانت المقاطع وصلت للناس يمكن حتى ما يعرفون البرنامج، لكن في التيك توك وصلتهم. فهذا يعني احد المعايير اللي يقاس عليها دائما في نجاح البرامج. لكن الحمد لله البرنامج السنه هذه نوعدكم بنسخه مختلفه، نسخه جديده فيها فكره ان شاء الله، يعني او بعض الافكار التفصيليه الجديده ان شاء الله. ايضا راح يكونون ضيوف مختلفين السنه هذه تماما، وبنرضي الجميع. ودائما انا اقول انه اذا في اي مقترح لاحد من الضيوف اللي ود الجمهور ان احنا نستضيفه، فبيكون هذا متاح ان شاء الله بالهاشتاج ولا حتى بالتواصل الاجتماعي، وسائل التواصل الاجتماعي الخاصه بالقناه، يرسلون يقولون ان احنا نبغى نستضيف فلان، وابد بنرحب فيه. طيب سعد مساك الله بالخير. الله يمسيك بالنور. هلا 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 والله. ايه ما شاء الله انت جاوبت على كل الاسئله في وقت واحد. ايوه اعطاك كله. اي والله اعطيتنا الجواب كله. لكن خليني اسالك عن البرنامج العام هذا، وش الجديد فيه؟ سرب لنا معلومات، يعني ايش حيتغير؟ اسماء ضيوف معينين مثلا رتبتوا معاهم حيكونون في مع بدايه الحلقات الاولى؟ والله شوف، انه للامانه يعني في تفصيله معينه كذا في الهاويه، يعني يمكن السنه هذه تكون مختلفه، بس انا ما اقدر احرقها لانه انا احب احرق على كل البرامج الا برامجي، مستحيل اسويها ومستحيل احرق. عجيب غريب. يعني الهاويه يمكن تصير مسبح يطيح فيه مثلا. يعني انت مين قال لك؟ لا مو بصحيح، يعني غرق اجل والمايك والشغل. اي والله يشتري مايك كل حلقه. كيف احنا حاطين موازنه ماليه للمايكات، يعني بنشتري مايكات جديده كثير. لا طب احنا ترى عندنا اسماء، بس ما ادري صحيحه ولا لا، قالوا بعض الاسماء انه في اسماء حتكون من نجوم الشبكه يعني الكبار المعروفين، وفي من خارجها، بس انه في جزء كبير ما شارك في الموسم الاول والثاني بيشارك في الموسم الثالث. صحيح فعلا. في ناس ان شاء الله بيكونون من نجوم الشبكه المعروفين، يمكن ظهورهم لاول مره بهالشكل. وايضا عندنا يعني من نجوم اخرين، في ثنائيات، في شعراء، في ممثلين. وندعوكم انتم الان تكونون انتم ثاني حلقه، لان اول حلقه جاهزه، ندعوكم تكونون ثاني حلقه. اي ان شاء الله ان شاء الله. انا بالنسبه لي عبد الحكيم وعبد الوهاب بتكون ثاني. هذا تسريبات غير صحيح. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. دقوا علي. طيب ابو سعد قبل ما نختم معاك الان، معليش يعني يمكن المشاهد يسال هالسؤال، ومع انه في الموسم الثالث يمكن يسالون هذا السؤال، هل انتم تعلمون الضيف مثلا اذا طلعتوا فاصل الفاصل الاخير او شيء، تعلمونه انه هو اللي بيطيح يحسب حساب انه مثلا ما يطيح يضر نفسه او شيء، ولا هي مفاجاه فعلا؟ انا لو بسوي زي كذا خربت البرنامج حرفيا والله، ما يعرف ابدا اي احد، بل اني انا ما يخبون عني المعلومه حرفيا. وبالعكس هذا اللي يعطي اثاره، يعطي حماس سواء عند المقدم ولا عند الضيوف، وهي فعلا هاويه. لكن ابدا ما في اي تنسيق يكون يعني مبكر، ولا يعني كل شيء فعلا على الواقع، ويتفاجئون الضيوف اصلا. حالاتها يعني خالده، هي حالاتها هذه الطيحه، وحالاتها فعلا في هذا بالضبط. وترى ظاهره للساده المشاهدين دائما انه فعلا ما حد داري من اللي بيطيح، واضح وجيههم، واضح الطيحه وكذا، وضحكت ضحكت الجميع ترى بالطيحه كمان. صحيح. وبعدين الطيحه ترى مؤلمه والله، يعني انا جربتها مره قبل الهواء، وجربتها الموسم الاول يعني برضو. فهي اساسا الوقفه بالحالها على الهاويه والله انها فيلم رعب، يعني بحد ذاته فيلم رعب. يعني تخيل انه ارض بتفتح من تحتك يعني، والتوتر والاصوات
تزيد التوتر يعني. اذكر ما ادري الموسم الاول والثاني كانه في مره شفت كواليس الحفره نفسها هذه الطيحه دي هذا حرقها عليها تأمين. حرقها واحد ما ادري من هو بس لا اضافوا اسفنج وكذا واشياء اضافيه عشان الشباب يتعورون يعني. المره الاول لا والله المره الاول يقول كانت اذا طاح واحد ثقيل بيتعور ترى يا ساتر عاد صارت مصابه السنه الماضيه والله في واحد يعني جتها اصابه لكن اموره طيبه يعني الله يحفظك يا خالد شكرا لك يا خالد ابو محفوظ اتمنى لكم التوفيق في برنامجكم في موسمي الثالث برنامج الصعود للهاويه طبعا احنا الان السحب الاخير ونختم حلقتنا في هذه الليله موعدنا غدا بمشيئه الله نفس الموعد